جمال وردي رئيس جامعة سيدي علي البحراوي. من خلال هذا اللقاء اليوم هذا البرنامج التحسيسي حول الهدر المدرسي وجواز قصير، يعني المجلس ديما تياخذ المبادرة بأنه يعني في المساعدة ديال الهدر المدرسي، لأن نتكلموا أول حاجة على الهدر المدرسي هو اللي تيجي من بعده جواز قصير، لأن كما تعرف الجميع لأن البنت لما قراش الوالدين يقول الله ما تجوج. احنا كمجلس وفرنا اعتمادات، وضع اعتمادات لدار الطالبة وتوفير النقل المدرسي، والمبادرة مشكورة من السلطة الإقليمية والسلطة المحلية، لأن داز اللجنة الإقليمية اجتمعت وفرت واحد عدد ديال النقل المدرسي للجامعة سيدي علي البحراوي والجامعات المجاورة، لأن المركز ديال سيدي علي البحراوي ما تيقراوش فيه الناس ديال سيدي علي البحراوي، يعني تينحضروا الناس من أربع خمسة جامعات، منها عين جورة، منها أيت مالك، منها أيت علي وحسن، ومنها منطقة أخرى اللي تابعة الإقليم ديال القنيطرة اللي هي جامعة عامر، لأنها يعني في الحدود ديالها، والأقرب هو سيدي علي البحراوي. يعني وحنا الجماعة الباب ديالها ديما مفتوح، في هذا الموسم تنوفروا اعتمادات خاصة بالتغطية الخاصة ديال الكتب اللي كل سنة تنوفروا الاعتمادات ديالو اللي يستافدوا منه عدد ديال التلاميذ على المستوى الابتدائي ولا الثانوي ولا، يعني الجماعة ديما فاتحة الأبواب ديالها بالتنسيق مع جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ وأطر ديال المؤسسة، وشكرا.